شهد طريق أبو سمبل العوينات جنوب أسوان اليوم السبت حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل، مما أدى لمصرع 3 أشخاص. تم على الفور نقلهم إلى المشرحة العمومية بواسطة سيارات الإسعاف. وضمت قائمة المتوفين كلا من أحمد علي إبراهيم 23 سنة، وأحمد سيد أحمد 31 سنة، وأحمد جابر أحمد 25 سنة، وجميعهم من محافظة الأقصر. تم نقل جسمينهم لمشرحة أبو سمبل وأيضا جنوب المحافظة، وتم تحليل محضر بالوقعة. ربنا يرحم المتوفين يا رب ويشفي المصابين إن شاء الله.